الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير بإذن الله مثال على حساب الكلفة والفائدة. قدمت في مقطع سابق مفهوم الكوست بنفيت أناليسيس أو حساب الكلفة والفائدة. الآن سأعزز هذا المقطع السابق طبعا بمثال عملي إن شاء الله، وعلى بركة الله نبدأ. أن نقدم في هذا المقطع كما ذكرت مثالا بسيطا على حساب الكلفة والفائدة لمشروع اقتصادي عام، هو عبارة عن public project، يعني مشروع للاقتصاد كله أو للدولة كلها. ذكرنا في المقطع السابق أهمية دراسات الكلفة والفائدة من أي مشروع أو قرار أو سياسة معينة تتبناها الحكومة، وقلنا بأن نتائج أي دراسة تعتمد على 9 خطوات. الآن سأفصلها، في المقطع السابق ذكرت ذكر فقط، الآن سأفصل هذه الخطوات بإذن الله. أول خطوة اللي هي تحديد البدائل الممكنة. الآن قررت الحكومة أو الشخص المعني بالسلطة أو شركة، حتى كان أقول شركة قطعة، قرروا أن يخصصوا مبلغا من المال، كأنه هو 20 مليون، 30 مليون، 50 أو 100 مليون دينار، دولار، جنيه، ريال على سبيل المثال، لبناء مشروع معين. الآن هل هذا المبلغ اللي خصصوه، اللي يعني خصصته السلطة التنفيذية أو الشخص صاحب القرار، هل أمامه بدائل مختلفة؟ فيجب علينا أن نحدد البدائل. فهون الآن نقول لا يمكن أن يكون أي مشروع اقتصادي فريد من نوعه، لا يمكن مهما كانت الأحوال. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن الحكومة ترغب بتوفير المزيد من الطاقة في الاقتصاد. الآن هذا مثال عملي، الحكومة ترغب بتوفير المزيد من الطاقة في الاقتصاد لأنها لاحظت نقصا في عرض المورد هذا الطاقة الذي تحتاجه الصناعة، ولهذا السبب تبحث الجهة المعنية عن البدائل المتعددة، يعني مصدر الطاقة بالبدائل المتعددة، إما وقود حفوري كأن نقول نفط وغاز، أو الفحم الحجري، أو الكتلة الحيوية البيوماس، أو الانشطار النووي نيوكليير فيوج أو ديفيوجن أو فيوجن، والكهرباء من المساقط المائية. مثلا كان في عندي سد أو نهر يمكن لنا أن نولد من المساقط المائية كهرباء، وبالتالي هذا المبلغ أو الذي تم تخصيصه هو أمام بدائل متعددة تحقق الهدف نفسه وهو الحصول على مزيد من الطاقة. لكن أيهما أفضل؟ يعني عندما نبحث في البدائل طبعا بالخطوات اللاحقة نكمل على بركة الله. لنفترض بأن الجهة المعنية قامت بتحليل الكلف والفوائد من البدائل المتعددة كي تصل إلى القرار المناسب، وقد يتضمن تحليل الكلفة والفائدة تفاصيل هائلة. هنا أشدد على كلمة تفاصيل هائلة حتى يصل المحلل إلى التوصيل المناسبة. وفي هذا المثال الآن الذي سأذكره بعد قليل نبين الهيكل العام للتحليل من غير أن نخوض بالتفاصيل. هذا الآن هو المشروع. الآن نريد أنه يعني كما ذكرت الحكومة ترغب بتوليد أو بتوفير مورد طاقة أكثر لأنه الصناعة بحاجة. فالآن البدائل، هل هي من الوقود الحفوري، النفط والغاز وما شابه؟ هل هي من الفحم الحجري أو الكتلة الحيوية البيوماس واللي هنا الكول؟ هل نأتي بالطاقة من الكهرباء التي أصلا مصدرها من المساقط المائية، أنهار أو سد أو ما هذا، أو انشطار نووي؟ هذه المشاريع، هذه البدائل، بديل الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الآن هناك الآن فوائد للمشروع من كل، يعني فوائد لكل مشروع، والمحلل حولها الآن إلى أرقام بالدنانير، بالدولارات، بالجنيه الاسترليني أو أي وحدات قياس قابل للفهم الآن والإدراك. هذه الآن الفوائد وهنا الكلف. الآن فوائد المشروع اللي هي social benefits، الآن الفوائد الاجتماعية، كمية الطاقة المولدة إذا كانت من وقود حفوري 50 ألف، 50 مليون دينار، 50 مليون دولار، جنيه، ريال، مهما كانت الآن. أما إذا كان الآن من المصدر الطاقة فحم حجري أو كتلة حيوية فبكون الفائدة 30 مليون أو 30 وحدة، يعني وحدات القياس لا تهمنا، المهم المبدأ بهمنا الآن. أما إذا كان من كهرباء من المساقط المائية فبكون الفوائد الآن الكمية الطاقة المولدة طبعا 42، ليس كمية الآن، هذه الفوائد على شكل دنانير دولارات، مليون دينار ذكرت أنا هنا. والانشطار النووي بيكون فائدته 100 مثلا مليون دينار، إذا كانت وحدات القياس بملايين الدنانير فإذا الآن 100 مليون.
فإذا كمية الطاقة المولدة قيمتها 50 مليون دينار من الوقود الأحفوري، وإذا كانت من الفحم الحجري 30 مليون دينار، وإذا كانت من الكهرباء المساقط المائية 42 مليون، وإذا من الإنشطار النووي 100 مليون. هلأ أجور ورواتب، لاحظوا فوائد حاطينها الآن، 20 مليون، 15 مليون، 30 مليون، 15 مليون، كل مقابل كل مشروع. البنية التحتية الناتجة الآن 60 مليون، 5 مليون، 80 مليون، 50 مليون، أخرى فوائد أخرى 50 مليون، 2 مليون، 15 مليون واحد الآن، لاحظوا لي يعني مقابل كل مشروع. وبالتالي مجموع الفوائد الآن 180 مليون للوقود الأحفوري، مجموع الفوائد للفحم الحجري والكتلة الحيوية 52 مليون، مجموع الفوائد للكهرباء من المساقط المائية 167 مليون دينار، وأخيرا مجموع الفوائد من الانشطار النووي 166 مليون دينار. الآن ننظر إلى جانب الكلف، كلفة المشروع، السوشيال كوست، هنا سوشيال بنفيتس، هون سوشيال كوست. صيانة البنية التحتية 40 مليون دينار للوقود الأحفوري، 5 مليون دينار للفحم الحجري أو الكتلة الحيوية، 10 مليون دينار للكهرباء من المساقط المائية، و54 للانشطار النووي. أجور ورواتب 20 مليون للمشروع هذا، 15 مليون للمشروع هذا، 30 مليون للمشروع هذا، و15 مليون للمشروع اللي هو الانشطار النووي. تلوث الهواء والتربة كلفة على المجتمع، هاي قدرها المحلل ب 40 مليون كلفتها. هنا 42 مليون، يعني 40 مليون إذا كان وقود أحفوري، 42 مليون إذا كان فحم حجري، نص مليون إذا كانت كهرباء من مساقط مائية. لاحظوا يعني الدراسة منطقية، 30 مليون قد تكون من انشطار نووي. الآن كلف أخرى 10 ملايين للوقود الأحفوري، 5 ملايين للفحم الحجري، مليون للكهرباء من مساقط مائية، كذلك الأمر منطقي، و15 مليون للانشطار النووي. إذا الآن مجموع الكلف هي عبارة عن 110 للوقود الأحفوري، 67 مليون للفحم الحجري والكتلة الحيوية، 36.5 مليون للكهرباء من المساقط المائية، و114 مليون الكلفة للانشطار النووي. إذا الآن هاي النت سوشيال بنفيت اللي هو صافي الفائدة الاجتماعية، يساوي الفائدة الاجتماعية، مجموع الفائدة الاجتماعية مطروح منها الكلفة الاجتماعية مجموعها. إذا هذه يعني 110 مطروح، 180 مطروح منها 110، تعطيني 70 مليون صافي. هاي الآن تعطيني خسارة 15 مليون، هاي بتعطيني فائض 130 مليون ونص، هنا فائض 52 مليون. وبالتالي الآن أكيد إنه متخذ القرار أو المحلل سيوصي بإنشاء محطة طاقة من يعني الكهربائية من المساقط المائية، لأن فيها أكبر أو أعظم صافي فائدة اجتماعية. نتابع لبركة الله. بناء على هذه الحسابات المباشرة البسيطة، لابد للمحلل أن يوصي بمشروع الكهرباء كما ذكرت من المساقط المائية، لأن قيمة صافي الفائدة الاجتماعية كانت الأعلى من بين البدائل الأربعة. ثانيا الآن الخطوة الثانية، تحديد كلفة وفائدة المشروع. الكلفة التي أشرنا إليها في المثال على كانت بسيطة ومن طبيعة عامة، لكن على أرض الواقع يتطلب تحليل الكلفة والفائدة، تحديد كل الكلفة التي لابد من تضمينها في التحليل حتى يصبح مقبول التحليل. وتشمل مثل ماذا؟ تشمل كلفا نقدية وعينية ومعنوية، نقدية وعينية ومعنوية. نقدية بالكلف مال، يعني الآن العينية ربما أراضي، ربما موارد خام وهكذا، المعنوية راحة الناس أو يعني تعاستهم، فهاي كلفة معنوية. إذا يعني الناس والله أصبحوا غير سعيدين بوجود هذا المشروع، وبالتالي هناك خسارة معنوية أو كلفة معنوية. هذه الآن تأتي على شكل كلفة فرصة بديلة opportunity cost، أو على شكل أسعار ظل shadow price. الآن shadow price موضوع مهم جدا بحساب الكلفة والفائدة. ما هي أسعار الظل؟ أسعار الظل يعني باختصار شديد أنه ماذا لو استخدمنا الآن الأموال المخصصة في مشروع آخر، هل كان سيدر أرباحا أكثر أو فوائد أكثر المجتمع ولا لا، باستخدام مفهوم أسعار الظل. إذن وهناك في الواقع كلفة معينة لكل مدخل من مدخلات المشروع، كأن نقول ثمن المواد الخام وأجور المستشارين وأجور ورواتب العمال الموظفين
والضرائب وكلفة البناء وأثمان الأثاث والمعدات والأضرار التي لحقت بالناس جراء المشروع وهكذا. ثالثا تحليل الأثر. الآن ما يسمى بسنسيتيفيتي أناليسيس، لابد أن يقوم المحلل بتحديد الآثار السلبية والإيجابية للمشروع من حيث ما يحدثه من تغيرات سلبية وإيجابية على حياة الناس المتأثرين بهذا المشروع. لنفرض أنه الآن قامت الحكومة بإنشاء هذا، يعني خلص السير قدما بهذا المشروع، وبالتالي الآن يعني يجب على المتخذ القرار أو قبله المحلل أن يعطينا تحليل الأثر، ما هي الآثار الإيجابية السلبية على الناس الذين تأثروا بوجود هذا المشروع، وعلى سبيل المثال تحديد الفوائد المعنوية والوقت والجهد المدخر من الناس المتأثرين أو الإزعاج والتلوث الذي يسبب المشروع. وقد يشمل إضافة عدد من الناس الذين استفادوا من المشروع ولم يكونوا مستفيدين أصلا، أو متضررين لم يكونوا متضررين أصلا، وتحديد العلاقات المستجدة وتغيير أنماط الحياة حيثما وجدت هذا تحليل الأثر. ربما هذا المشروع غير نمط حياة الناس، أو الناس في ناس تضرروا في ناس استفادوا، فيجب علينا أن يعني المحلل أن يحدد كل هذه الأشياء. نتابع الآن. رابعا تلمس الآثار التي تنجب عن المشروع. لابد المحلل أن يكون قادرا على تخيل الآثار الممكنة للمشروع والتنبؤ بما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل على مدى العمر الافتراضي للمشروع، وعلى سبيل المثال حصر عدد الأفراد الجدد الذين سيستفيدون منه وعدد الأفراد الجدد الذين سيتضررون منه، وتقدير كل ذلك بطريقة قابلة للقياس من خلال الأرقام والبيانات. خامسا تحويل الأرقام والبيانات والتنبؤات إلى وحدات نقدية، مهم جدا. Transformation أو Changing، يعني كل هاي البيانات إلى وحدات نقدية. لابد المحلل أن يكون قادرا على تقييم الكلف والفوائد المقدرة سواء كانت مادية أو معنوية، عينية وغير عينية، بواسطة وحدات نقدية. هنا أكرر، وحدات نقدية، ومقارنتها بالبنود المشابهة لها كما وردت في موازنة المشروع والتأكد من معقوليتها. وقد يشمل ذلك تقييم متغيرات صورية، الآن كالراحة، يعني ممكن راحة الناس، هل كانوا مرتاحين لهذا المشروع، سعادتهم هل تحسنت، إذا كالراحة والسعادة المجنية من المشروع، أو الإزعاج والضرر النفسي. يعني لابد من تحويل هذه الراحة والسعادة أو الإزعاج والضرر النفسي إلى وحدات نقدية وتضمينها في الكلفة أو الفائدة. سادسا القيم الحالية لفوائد وكلف كل مشروع. كل مشروع الآن، يعني قبل قليل ذكرنا عن الطاقة من الوقود الحفوري، ثم من المساقط المائية، ثم الفحم الحجري، ثم من الانشطار النووي. فإذا القيم الحالية وفوائد وكلف كل مشروع، لابد المحلل أن يحسب القيم الحالية مثل present discounted value لمجموع الفوائد ومجموع التكاليف لكل مشروع على مدى عمر كل مشروع أو لعدد كاف من السنوات. على سبيل المثال لنفترض بأن مدة أحد المشاريع تستغرق 5 سنوات الآن، وأن معدل الخصم كان 5% R اللي هو discount rate أو معدل التضخم لأنه من نستخدمه، وكانت تدفقات الفوائد والكلف المتوقعة كما يلي. الآن الفوائد B هذه البنفيت كانت 50 30 25 22 10، أو بالعكس 10 22 25 30 50، والكلف الآن C cost 20 5 5 5 5، أو العكس 5 5 5 5 20، يقول بالملايين بالآلاف مهما كانت متداقيات. الآن تذكروا هذه الأرقام البيانات هنا عن يعني أنه أحد المشاريع يستغرق 5 سنوات، معدل خصم 5% أو معدل التضخم، والتدفقات الفوائد والكلف كانت كما يلي، هاي تدفقات الفوائد وهذه تدفقات الكلف. الآن تكون القيمة الصافية الحالية كما يأتي. هذه القيمة الصافية الحالية للبنفيتس اللي هي سميناها إحنا صافي الفوائد. لاحظوا لي حاصل المجموع from i equal 0 to n، من او من الصفر، من السنة الصفر الى نون السنوات. طبعا 5 سنوات هنا، السنة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، 10 22 25 30 50، عملنا لها خصم بمقدار اللي هو r يساوي 5% سعر الخصم، وبالتالي هنا 5% قوة صفر، هنا 5-1 طبعا 1.5% للقوة صفر للسنة الصفر اللي هي بدأنا فيها هنا 1.5
5% السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والأخيرة لأنه 5 سنوات، إذا بكون مجموع البنفيتس أو صافي الفوائد 120.68. أما الآن صافي الكلف، الكلف اللي هي present discount value of the cost، هذه عبارة عن صافي الكلف، بكون طبعا 20.5555 أو العكس على طبعا السنة الأولى، هنا ذهبت يعني بصير واحد صحيح، هنا للقوة واحد، قوة اثنين، قوة ثلاثة، قوة أربعة، فبكون الصافي 37.73. سابعا الآن بعد ما انتهينا من الحساب صافي القيمة الحالية لكل مشروع، في هذه الخطة يتم حساب صافي القيمة الحالية، بدي الآن هذه القيمة مطروح منها، هذه القيمة أي net present value أو present discount value لل P، هذه مطروح منها present discount value لل C الكورس، هنا يعني present discount value القيمة الصافية الحالية للفوائد مطروح من القيمة الصافية الحالية للكلف، وبالتالي تساوي 120.68، هذه القيمة مطروح منها هذه القيمة، وتساوي 82.95 تقريبا 83، إذا كان في وحدات قياس بالملايين فبكون 83 مليون تقريبا. تقريبا هاي الآن كمية الإنتاج، وهنا الكوست والبنفيتس أو يعني الكلفة والفائدة، فهاي الآن الفوائد الخط المنحنى الأزرق السميك، أما التكاليف المنحنى الأحمر السميك، فالفرق هنا أعظم فرق هو ما اختار المحلل، وهو في هذا المثال 82.50 مليون دينار. الآن ثامنا تحليل الحساسية، يستوجب تحليل حساسية sensitivity analysis كما ذكرت سابقا قيام المحلل باختبار النتائج من خلال تبديل وتعديل الأرقام والبيانات المستعملة، وبخاصة إذا كان لا يقين في عندي uncertainty أشياء غير متوقعة في المستقبل، مسيطرا هذا لا يقين على بعض الأرقام والتخمينات الظنية، ومن خلال تغيير وتبديل افتراضات حول قيم بعض المتغيرات يستطيع المحلل تقليل اللا يقين بشكل كبير، فقد يختبر المحلل أثر ارتفاع أو انخفاض معدل الخصم ليرى كيف يؤثر ذلك على صافي القيمة الحالية، أو قد يجرب قيما مختلفة عن الكلف أو الفوائد المتوقعة. وبالملخص يقوم المحلل من خلال تحليل حساسية باختبار حساسية المشروع برمته للتغيرات الممكنة، للتغيرات اللي potential changes. تاسعا وأخيرا الآن التوصيل المناسبة، تتضمن آخر خطوة يقوم بها المحلل التوصية، هل تتضمن التوصية بأفضل بديل من حيث القيمة الصافية الحالية، وفي التقرير الذي يقدمه للجهة المعنية يقوم المحلل بوضع كل البدائل وكلفها وفوائدها المتوقعة وكل المتغيرات التي استعملها والمقابلات واللقاءات التي أجراها والتوصية النهائية حول المشروع المناسب والمبررات المنطقية التي استند إليها. لكن هذا ليس من الضروري أن يتم الأخذ بتوصية المحلل، لأن متخذ القرار الأصلي في الحكومة رئيس الوزراء أو الوزير المعني يأخذ بالحسبان بعض الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية المشروع، وقد تختلف هذه الاعتبارات عن النظر الموضوعي الخالصة المفترضة. أكون بهذا الآن قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبتي حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.